تايلاند، وبطلتنا لانا معجبة به من لما كانت في المدرسة، بس هو بيحب أختها وبده يتزوجها. أما بطلة لانا فهي بنت عادية وبتعيش حياتها زي كل واحد فينا. أرسلها أبوها لتدرس في أمريكا، بس لما رجعت من أمريكا بيحقد عليها وين كتير، وبيوعد حاله أنه رح ينتقم منها لأنه عائلتها متورطة في موت أبوه وأمه، فلهيك بقرر ينتقم منها ويدفعها ثمن أفعال أبوها. يبدأ أحداث مسلسلنا لما بيسوي بطلنا وين حادث، وأصدقائه بيهربوا وبيتركوه في السيارة لوحده، وبتتصل به بطلتنا لانا بس ما بيرد عليها. وبعد مرور 3 سنوات بترجع بطلتنا من أمريكا بعد ما تخرجت من الجامعة. أنستي الصغيرة، ما بصدق أنك إجيتي. شكرا عمتي، أنا كتير اشتقت لك، ممكن تاخدي أغراضي للداخل؟ فأنا عندي شيء مهم ولازم أروح لمكان معين. وبتتذكر كلام بطلنا هو بينصحها إنها تدرس وتجيب علامات عالية وبتكون مبسوطة لتفرجي له شهادة تخرجها. يا آنسة وصلنا، شكرا. وبتشيل الفيلا تبعه وبترن الجرس البيت. على مين بتدوري؟ مرحبا، بدوري على وين؟ مين هاد؟ نحن ما بنعرفه. أبوه اسمه سيا وهو مالك هذا البيت. اتذكرت، قبل 3 سنوات باع السيد سيا البيت ونحن اشتريناه منه. طيب ما بتعرفوا وين راح؟ وين؟ سمعت انه العيلة كلها ماتت. وبتنصدم من الخبر وبتجي لشركة أبوها لتسأل أختها عن وين. هاد أبوها وهاي أختها وهاد أخوها مارك. انت تخرجتي؟ ايه، والحين وصلت، رحت للبيت وخبرتني العمة انكم هون. وين وين؟ انا بتصل بيه بس ما بيرد، ورحت لبيته وما لقيته، والصدمة خبروني انه مات. هل هذا الشيء صحيح؟ وين سوى حادث سيارة؟ بس ما لقينا جدتنا اليوم. مستحيل، انت بتكذب. اختي خبريني بليز. خلص الاجتماع، فيكم تروحوا. لو بدك تعرفي اسألي ابي. وين كان بيسوق وهو تمن وسوى حادث؟ والشرطة لساتها للحين بتدور على جدته. بس ليش باع بيته؟ قبل 3 سنوات أبوان كان بيعاني من مشاكل مالية في شركته، وبسبب هيك توفى بسكتة دماغية. أما عن أم وين، فأنتي بتعرفي إنها كانت مريضة، وبعد ما مات زوجها ماتت هي كمان، وأول ما سمع وين بوفاة عيلته بدأ يتمل كتير. بس ليش ما خبرتيني؟ لو خبرتك كنتي رح ترجعي وتتخلي عن دراستك. طالما جدته ما لقوها ما رح أصدق أنه مات. بس الشرطة ما قدروا يلاقوا شيء. لازم تصدقي الخبر، جهزي حالك، رح تشتغلي في الشركة. بما أنك تخرجتي رح تصيري مديرة في القسم المنتوجات. لازم ابحث عن وين، فهو ما أنه ميت. قومي يعطيها ساعته وبتضل تبكي. Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretend. فبتقرر تدور عليه وبتجي عند صديقه من أيام الطفولة، بس ما بيخبرها بشيء. وينمو من الأشخاص اللي بيتملوا وبيكره هالسلوك كتير، بس الناس بتتغير فلازم تنسيه، اتفقنا؟ فهو مات قبل 3 سنوات فلازم تتقبلي الحقيقة. كيف بقدر انسى وهو وعدني انه رح ينتظرني لما ارجع؟ وبتروح. وبيظهر بطلنا. ليش رح تضل مختفي؟ انت ما بتشفق عليها؟ رح انتقم منها. وبيوقعوا منها مفاتيح سيارتها وبترجع لتاخذهم. هذاك الشاب لقاهم، بشكرك كتير. وبيلف وجهه وبتشوفه وبتلحقه بسيارتها. وبتنزل بسيارتها بس ما بيعبرها وبيكمل الطريق. ليش بتهرب مني؟ وبتلاقي ملصق مكتوب عليه مزرعة، فخطرت في بالها يمكن يكون هنيك. وفي الليل بدل يفكر فيها وكمان بيفكر في صاحبة المزرعة اللي هي البنت اللي ساعدته عشان يطلع من السيارة في يوم الحادث، وبتكون كتير مريضة فبتطلب منه يعتني بابنتها الصغيرة لأنه هو الشخص الوحيد اللي بتوثق فيه وبيوافق لأنها ساعدته. فبتسوء حالتها وبياخدها للمستشفى، وهو في الطريق بيتذكر يوم الحادث.
كان وين بيقود السيارة بسرعة وكان رح ينصدم بسيارتها، بس بغير اتجاهه وبترجع سيارته وبتطلب من رجالها عشان يطلعوه من السيارة. فمتبر مطلتنا قدام سيارته بس ما بيشوفها وبتتعطل سيارتها وما بتعرف تطلعها، وبيجوا هالأشخاص عندها: سيارتي تعطلت ممكن تطلعها بس رح يكون ثمن كتير غالي، مو مشكلة ممكن تخبروني وينها مزرعة تبع الكافيه؟ ليش بتسألي؟ هل بدك تقابلي شخص مهم هنيك؟ وبيقتربوا منها وبتوقع على الأرض وبيجي صديق: وين؟ شو بتسووا؟ كنا بنساعدها وهي بدها تروح للمزرعة، صديقتي بتشتغل هنيك وإجيت لأزورها، مزرعتي قريبة لمزرعة عمتي. أنت بتعرف صاحبة المزرعة؟ إيه، جرحك بده تعقيم، رح أخذك لبيتي لأعالج لك الجرح وبعدها رح أخذك للمزرعة، وأما عن سيارتك لما رح يصلحوها رح أعطيها لإلك وبتركب معه. أما صاحبة المزرعة للأسف بتتوفى، بوعدك رح اهتم ببنتك إنجان وما رح اتركها لوحدها. صاحبة المزرعة بتكون زوجة عمي، وبعد ما توفى عمي ورثت المزرعة وبيجي أبوه. صاحبة المزرعة ماتت فبنتها إنجان رح تعيش معنا. انت مين؟ هي صديقتي. أبي بدي أحكي معك، ليش ما بتقدر تضل هون؟ وهي ابنة أخي بس وين لساته عايش؟ ما بهتم. والبنت الصغيرة بتنادي بطلنا بوين؟ بأبوها وهي بتحبه كتير وبيجي: هذا أبي. أبوكي؟ إيه. وبتنصدم: رجع لي إنجان، أنا الوصي الشرعي تبعها لحتى توصل لعمرها القانوني، وخطفك لإلها غير قانوني، مستحيل تاخدها مني، خذوا الوصية منه. وبيتجاجلوا: أبي لو أديت وين ما رح أسامحك. وبتجي لعنده: يلي بدي إياه اهتم بإنجان بسلام وما بتتدخل في حياتنا. وبيروح: أنت ليش بتدافع على عدونا؟ بس هو ما هو عدوي. طبعا هاي اسمها مايا، بتحبه كتير وحلمها يتزوجها بطلنا. وينها لانا؟ اخذت سيارتها وراحت. قوم يلحقوا لانا: سيدي في حدا بيلاحقنا، خد انجل المزرعة وانا رح اهتم بالموضوع. فبينتظرها توصل. او تجي عنده وبتعانقه: وين كنت كل يوم؟ كنت بدور عليك. انت مين؟ انا ما بعرفك. انا لانا، هل نسيتني؟ انت حيت من دراستي ورجعت من امريكا، الكل بيفكرك ميت. لو عرفت اختي انك عايش رح تفرح كتير. انت ما بتخجلي على حالك بتعاملي شخص غريب ما بتعرفيه؟ انت ليش بتتطرف هيك؟ خبرني. لو ما بدك تموتي لا تقتربي مني. Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to. انت ما رح تخبر لانا شو سوت عائلتها بعائلتك؟ مو دخلك بالموضوع. وبسكر الخط. وبتوصل وبتلاقي اختها مع المحامي: انت كيف تقدري تخوني وين؟ بس هو مات قبل 3 سنوات. سكرتي قميصك بالغلط مثل ما سويتي قبل 3 سنوات، يعني كنتي بتخوني وين؟ لما كان لساته عايش وكسرتي قلبه وبسببك سوى هو الحادث. مو بسببي، لو ما كنتي انت سبب مين رح يكون السبب؟ خبريني ليش لساتك بتتكلمي عليه؟ وين عايش؟ وهو متزوج وعنده بنت صغيرة، انا شفته بعيني. شو قلتي؟ ما انه ميت؟ لما قابلته حكى انه ما بيعرفني وضل بيبتعد مني. وبتهرب منها: ليش خايفة وكأنك بتعرفي شيء؟ تعالي نروح عند وين؟ انتظري أخبر أبي. وبيجي هالشخص بيسكب شاي على وجهها: ساعدوني. وبينصدم أبوها: مين سوى هالشي فيكي؟ تأسفي لوين عوضي، أبي أخذ شركة أبوين، فلهيك لا تخبري أبي إنه وين عايش. أختي لازم ترتاحي ولما تتعافي فيكي تحكي معي. فبتتعب كتير لحتى بتموت، وبيزعل أبوها عليها، وبكرة بتكون جنازتها. وبيحضر بطلنا الجنازة، هي الحين ماتت، أعدائك بيروحوا واحد ورا التاني. رح أسامحها: بنتي أنت شو بتسوي هون؟ قبل ما تموت أختي خبرتني أنك نصبت على أبوين وأخذت شركته، هل هذا صحيح؟ لا، هو كان مريض فلهيك اشتغلت في محله. بس ليش وين بيكرهني وبده ينتقم مني؟ انت شو بتقصدي؟ وبتتذكر كلام اختها انه ما لازم يعرف انه وين ما مات، وبتغير السالفة.
هو كان غاضب مني لأنه ما كان بيرد على رسائلي. أنت بتعرفي وين كان بيحب أختك كتير. أنا بعتبر وين كأبني، وأنا كمان حزينة على موته. أختك ما خبرتك شي تاني؟ كانت بس بتنطق باسم وين وبعدها ماتت. بنتي أنت وأخوكي مارك اللي ضليتوا جنبي، فبتمنى أنكم تساعدوني في أمور الشركة. ويليام يلا مع دو بتدب أغراضها. أبي رح أسافر خارج المدينة لفترة. شو والشركة بدك تتخلي علينا؟ وطبعا هذا أخوها لبطلتنا. أختي لوين رايحة؟ اتركها تروح، فأنا هون رح اهتم بكل شيء. بشكرك كتير أبي، بوعدك إنه رح ارجع بأسرع وقت. فبتغير ملابسها وبتجي لمزرعته، وهو رايح في الطريق بيلتقي بها بالصدفة. انت ليش ما بتنتبهي للطريق؟ انا اسفة. انتظري، انت موظفة جديدة لهيك انت مضيعة الطريق. صح، وبيتصل به صديقه وبتستغل الفرصة وبتهرب. لوين راحت؟ وبيركب في سيارته وبيروح. لازم تكون حذر، فهذا هو المكان اللي بيكون فيه قبر أخت لانا، ويمكن يكون هون أبوها كمان. بدي أعرف شو رح يسوي لما يشوفني. بدي تدور لي عن وين. بس هو مات، ليش الحين بتفكر فيه؟ بدي تدور عليه أو وظف محقق للحقق في موته. بدي نلاقي أدلة عشان نعرف لو هو مات ولا لا. ولما بتوصل بتضل تراقبهم، والكل بيعجب باللافتة اللي رسمها، فبتدخل لعند الموظف اللي رسم اللافتة وبتقترح عليه تساعده في الرسم مقابل انه يتركها تضل في المزرعة لشوية ايام. اللي رح اخبرك اياه لازم تسويه، وما بدي حدا يعرف بمكاني، فبتساعده في الرسم وكمان في النحت. وهي بتشتغل بتجي عمة بطلتنا. انت مين؟ وليش تركت هالمرة تدخل للمزرعة؟ انا زوجته. نعم هالشي صحيح، انصدمتي لانها حلوة صح؟ يعني هديك اللفتة مو انت اللي سويتها؟ اكيد مو انا، بس زوجتي هي اللي ساعدتني. هل بتعرف انه لو سمع السيد وين انك كذبت عليه فبالتأكيد رح يطردك؟ عمتي بترجاكي ما تخبريه بالموضوع، فلو طردته مين رح يهتم بي؟ فبليز لا تخبريه. وبتوافق وبيفرح وما بتتركه عشان يعانقها. بالمناسبة أخي ساكاي فتح قناة جديدة اللي رح يضل ينزل فيها ملخصات لمسلسلات آسيوية رومانسية، منها صينية تايلاندية كورية وكمان أجنبية. رح أترك لكم رابط القناة في صندوق الوصف. فتأتي شينغ من خلفه وتضربه بحجرة فتفقده الوعي. روحوا واشتركوا فيها، فأخي ساكاي بنحب بيكم هنيك. الكل يروحوا يكتب في التعليقات من طرف إيمي كوكي، وأنا بنتظركم هنيك. وبتبدأ تشتغل في المزرعة وبتشعر بالتعب. ليش وجهك شاحب؟ هل انت بخير؟ ايه بقدر اتحمل. وبيجي وين ليراقب الموظفين وبيغمى عليها. خديها لترتاح، هاي زوجة الفنان، هي ما اكلت ولا شيء من الصبح. اهتمي بيها وعطوها شوية مي. انت لساتك جديدة، لو تعبتي فيك ترتاحي. وفي الليل بترسم عوضه. استني هذا مكاني، انا مخبرتك تنام برا وانا رح نام هون، بس انا بدي انام، تصبحي على خير. وبتضربه. وبيجي وين؟ زوجتك منيحة. ايه هي بتتحسن حالتها. جهزتلكم مكان جديد، ما تناموا هون. وبيشكره. لو اقتربت مني رح اضربك. أنيسة هل أنت بخير؟ وبتضربها. بسببك ما قدرت أمسك النص وهرب مني. ليش سويتي هيك؟ ما كنت بعرف. اعتذري منها. بس أنا ما سويت شيء، خبرتك اعتذري. أنا آسفة. وبتتظاهر إنه رجلها بيوجعها. ما أقدر أرجع لبيتي بالحصان. رح أخذك لبيتي لتعالجي جرحك. أنت خذي الحصان للمزرعة. ما أقدر أمشي. وبيحملها. كيف تتجرئي تقتربي منه؟ تعالي معي. بتحكي مع الحصان، بتفكري رح يفهمك؟ هالحصان تبع السيدة مايا، طلب مني وين عشان أخذه للمزرعة. لما توصلي ارجعي بسرعة. هي دايما بتجي للمزرعة وبتسوي حالها إنها مزرعتها، كما إنها بتحب السيد وين. وصاحبة المزرعة هي فعلا زوجة وين؟ أكيد فهو زوجها. انت ليش ما بتقرأ الكتب يلي عطيتك ياهم؟ بس هدول الكتب مو للأطفال، هي لساتها صغيرة، لازم تقرأهم وما تتكاسلي. وبتكبلها الدمية يلي اشترت لها لها أمها. كيف تقدري تعاملي بنت صغيرة هيك؟
وبتدفعوين بالغلط. انت شو بتسوي هون؟ اجيت عشان اهتم بالزهور، انا اسفة. فبيعرف وين؟ انا هو مدمن الخضروات. انت ما بتخجل، وضفتك هون وهيك جزائي بترجاك تسامحه. يعني مو انت الشخص اللي صمم اللافتة؟ خبرني مين هو. ما حدا، يعني انت بتعرفي؟ قولي شو عندها. انتهيت من التصميم، روح فرجيها سيد وين. مو ضروري، فانا هون وبشوفها. انت تعالي معي. انزلي من السيارة، ارجعي لبيتك. بعرف انك بتتظاهر انك ما بتعرفني وانك ما تقدر تطردني. انت والفنان كذبتوا علي، ومستحيل اوظف المخادعين اللي زيكم. اختي ماتت وخبرتني اقول لك انها كانت كتير اسفة، وانا كمان بدي اتأسف منك لانه ابي اخذ شركة ابوك. هل بتتذكر هالساعة؟ اعطيتك اياها في يوم ميلادك وبيرميها. ليش رميتها؟ وبتدور عليها. وبتلاقيها وبتطلب من الموظفة عشان ترجعها للمزرعة. اطلعي من مزرعتي او رح اتصل بالشرطة. وين؟ انا اتجرت مع ابي عشانك، ومصاري بيعتبرني بنته، ما عندي مصاري او بيت عشان ضل فيه. انت ليش قاسي معي وبدك تنتقم مني؟ انا ما بعرفك، فما تتركيني عيد كلامي مرة تانية. اطلعي من هون. بس الوقت متأخر، شو لو صار شي لإلي؟ هاي مشكلتك. وبيطلب من مساعده عشان يجهز لها غرفة لتضل فيها عشان بكرة، وبعدين رح يطردها من البيت. راحت من هون، اي شفتها بتركب الباص وهي رايحة بتنقد انجاني اللي كانت رح توقع. ابي ساعدها، من دونها كنت رح اوقع. وبيحملها، بسبب الضربة القوية فقدت الوعي. اطلب من شخص يوصلها للمدينة. كيف رح اروح وراسي بيوجعني؟ حتى ظهري ورجلي كمان، كيف رح اقدر امشي عليه؟ مو دخلني، فهالمكان مو مستشفى ونحن معنا اطباء. انجان خبريه اني تألمت لما انقذتك، بدي اضل هون. ابي اتركها تضل هون معنا، فهي كتير لطيفة معي، مخبرتني انه لازم نساعد الاشخاص المحتاجين للمساعدة. اوكي رح اتركك ترتاحي، بس لما رح تتحسني لازم تغادري البيت باسرع سرعة. وفي الصبح بيلاقيها بتوزع العصير على كل الموظفين. بدك عصير؟ انت شو بتسوي هون؟ كان بس بدي اوزع العصير. انت كنت بتسوي هيك؟ هل لساتك ما بتتذكر؟ اوكي مو مشكلة رح تتذكر بعدين، شكلك فاضي وما عندك شغل. اوكي طب تعاني معي، اجمعي كل هالأعشاب من هون وبعدها خديهم للمزرعة. هل بتمزح معي؟ البنت اجت من المدينة، هل بتفكري انك احسن من الكل او اللي بتعرفيه بس بتوزع العصير على المزارعين؟ لو ما بدك طب ارجعي للمدينة. وبيتركها لوحدها. انتهيت، الشغل كان مرة سهل. انا تعبانة بدي ارتاح. هل بتفكري حالك انك مميزة عن التانيين؟ سيدي المزارعين صحتهم مانها منيحة، رح اخدهم للمستشفى. انا رح اخدهم للمستشفى. خبرنا الطبيب انه عصير الاناناس هو السبب. لو كنتي ما بتعرفي عشان تصنعي العصير ليش عطيتيه لنا؟ وبيسحبها. بدك تنتقمي مني لاني بكرهك ومرضتي الموظفين كمان؟ كان بس بدي اساعدهم، انت ليش بتسيء الفهم؟ انت استخدمتي المي السخنة في العصير؟ لا انا استخدمت بس المي الباردة. دايما بدك الطريق الاسهل، هل نسيتي شو علمتك؟ انت تذكرت الماضي؟ بليز اعترف، انت اي واحد بتشوفي بتفكري انك بتعرفيه. وبيرسل رسالة لصديقه بيقول ان لو ما اقنعت لا انا ترجع للمدينة ما رح اعتبرك صديقي. هو لساته بيظهر انه ما بيعرفني، خبرني بالحقيقة او رح اضل ازعجك كل يوم وما اتركك تنام. طيب رح اخبرك بالحقيقة انه هو بيتظاهر هيك لانه ما بده يتكلم معك، فاول ما بيشوفك بيتذكر خيانة ابوك لإله واختك اللي جرحت قلبه، فمن الافضل انك ترجعي للمدينة. بما انه عيلتي سوت هيك فانا مستعدة اسوي كل شيء عشان يسامحني، ولو بده ينتقم مني فينتقم، الاهم انه يرجع مثل ما كان. مستحيل، فابوك سوى كتير اشياء سيئة، كيف رح تقدري تصلحي كل اخطائه؟ وين تغير كتير؟
وبتجي مايا. سمعت ان مزارعينك تعبانين، فلهيك جبت معي عمالي ليشتغلوا عندك. لا تخاف، ابي ما بيعرف بهالشي. مايا بنت ذكية وجميلة وشاطرة كمان في امور المزرعة، مع هيك لساتها ما كسبت قلب السيد ويل. او بتشوف الموظفين مايا بيدخنوا، وهالشي ممنوع في المزرعة. لازم اخبر السيد ويل، بس هدول ما انا موظفينه، تعالي عشان ناكل الغداء. وبدل تنظر فيه وفجأة بتشوف ان المزرعة بتحترق. كيف احترقت المزرعة؟ مين كان بيدخن؟ فمزرعتنا ممنوع هالشي، هذا اللي كان بيدخن انا شفته بعيني. كيف بتكوني هيك ونحن اجينا لنساعدكم؟ انسوا الامر، الاهم انه ما حدا تأدى، بس لازم يتعاقبوا. أنا متأكدة إنه الموظفين تبع السيدة مايا ما رح يقدروا يسووا هيك. طيب فتشهم لتتأكد. وفعلاً بيلاقوا عندهم سجائر. أنت بتفضل الموظفين مايا علينا، هم أخطأوا ومع هيك ما عاقبتهم. أنا الرئيس هون، أنت مو دخلك. شو الشيء الحلو فيها لحتى أنت بتفضلها علينا؟ وبترش عليه المي. أنا آسفة، ما انتبهت، رح أنظف لك وجهك. بس وجهك صار متسخ، هل عندك منديل؟ أنا ما بلعب معك. وبنظف لها وجهها. نظفي وجهك وبكرة رح أوصلك، ثم تتظاهري إنك مريضة. وفي الليل بيشكروها لأنها أنقذتهم من الحريق ودافعت عليهم. ما رح ضل معكم، فالرئيس بده يطردني من هون، فهو ما بده ياني اشتغل هون. وبكرة رح أغادر، رح اشتغل لكم كتير. سيدي لانا بدها تشتغل هون، بترجاك اتركها تضل، وهي بتحتاج تشتغل هون. بس لو وظفت موظفة جديدة لازم أخصم من راتب الموظفين القدماء. مو داعي، رح أغادر. أبي اتركها تكون مربيتي. أمي وافق لأنه كل المزارعين بيترجوها عشان تضل. وافق بطلنا عشان تضل. أنت كتير وسيم وبتسوي هيك لتغار منها مايا. هذيك البنت بتكون قريبة منك أكتر. وبكل صدق جاوبني، هل أنت بتعرفها؟ لا، بس طريقة اللي بتناظر فيك وكأنها بتعرفك من زمان. طيب هي أختي الصغرى لصديقي من أيام المدرسة، كانت بتلحقني، والحين لما عرفت إني بعيش هون إجت، وهي دايما بتزعجني. هي أخت صديقي فلهيك ما أقدر أطردها من هون. هيك إذا تعالي هون وبتبدأ تخبرها شو رح تسوي. من اليوم ورايح ماي رح تعلمك، ولازم تسمعي كل أوامرها. بعتذر منكم، عندي شغل لازم أروح، عندي وظيفة لإلك، روحي اشتري كل هالأغراض، عندك بس 5 ساعات. كتير سهل، أعطيني مفتاح السيارة. شو يا حبيبتي بتفكري إنك رح تاخدي السيارة؟ ما رح تاخدي السيارة، لازم تاخدي هاد، بس رح يكون صعب على المبتدئين، بس الظاهر أنت بتقدري تسوقيه. سيد مارك هل فيك تساعدني؟ الفرامير ما بتشتغل، وبيجي وراها بالسيارة وبتوقع على الأرض. هل أنت بخير؟ وبيعانقها وبطلنا شافهم. بشكرك لأنك ساعدتني، بس ليش السيد وين طلب منك تشتري الأغراض لوحدك؟ مايا طلبت مني اشتري الأغراض. أختي بتعامل الكل بسلامة وبيوصل وين؟ كنت معي من هون وقلت ليش ما أسلم عليك، بس ما فكرت إنه موظفتي رح تكون هون معك. مايا طلبت مني اشتري الأغراض، بس أميري إجا وأنقذني في الوقت المناسب. مارك ممكن تاخذ هالأشياء لمزرعتي؟ عندي شي لازم أوضحه لموظفتي، بس لازم أوصلهم أنا أو رح تعاقبني مايا. أنا وظفتك لتشتغلي مو عشان تتكلمي مع رجال تاني، يعني أنت بتغاري وبدك أضل معك، بس أنت ابتعدي مني. وبيوصلها للمزرعة. ليش أنتوا مع بعض؟ وإحنا قدام عيونها. ممكن تتزوجيني؟ هل بتتكلم من جد؟ ايه انا ما بمزح، انت الوحيدة اللي تقدري تساعديني، بدي تكوني ام انجان. بس انا ماني مستعدة الحين، بس اوكي رح افكر في الموضوع بعدين. وبتعانقوا. وابوها بيرسل رجال ولا يتخلصوا من وين؟ ابي وينها لانا؟ خبرتني انها رح تجي اليوم لتدرسني، بس لسه ما وصلت. ما بعتقد انها رح تجي، فالبارح كانت بتتصرف بغرابة. لانا مالها في الغرفة وحتى في المزرعة ما لقيتها، وبيطلع عشان يدور عليها في الغابة. لو كنت خايف علي كتير ليش بدك تطردني؟ انت خدعتيني. انا كان بدي بس اعرف لو انت بتكرهني او لا. ايه انا بكرهك كتير وبكره ابوك واختك، بس انا ما عندي علاقة بالموضوع. شو بدك اسوي عشان تصير سعيد؟ ما تضل تنتقم مني. بدي اخلص على
وبيدفعها. انت بدك تخلص عليه لانه ابوي اخذ تركتك، ليش ما تسامحه؟ شو اسامح الشخص اللي دمن عيلتي وسرق شركة ابي؟ وطبعا في الماضي بطل نقتل عدواء جديد وقرر يبيعه للفقراء بثمن جدا مناسب لهم، ووظف اب بطلتنا ليتكلف بالموضوع، بس اب بطلنا خدعه وانتج دواء مضر، وبسبب هالفكره الشرطه قررت تتأكد شركته لانه في كتير ناس ماتوا بسبب هذاك الدواء، وكان رح يعطي لوين وصفه طبيه لما يكبر عشان يفتح الشركه جديده، بس ابوها اخذها من الخزانه، والشخص الوحيد اللي بيوثق فيه هو اب بطلتنا، هو اللي اخذها منه، وبينصدم وبيبدا قلبه يوجعه وبيكون محتاج للدواء، بس هو بياخده منه وبيموت، وبيمسح كاميرات المراقبه بس وين بيكون شاف الفيديو. كنت رح موت بسببه، وشوف الدليل، انا اسفه ما كنت بعرف. ما بدي اشوف وجهك مره ثانيه. لوين رايحه؟ رح ارجع للبيت، ما اقدر اضل هون. اهدئي ولا تبكي، بشكركم كلياتكم لانكم ضليتوا جنبي. وبتركب في السياره وبتكمل الطريق لحتى بتشوف انه ابوها ارسل محامي تبعه ليخلص منه. ابي ارسلك صح، اتركيني اخلص عليه، فهو بده يأذي ابوكي. توقف، لو بدك تأذيه لازم نكون انا الاولى. وبيجي مساعده وبيهرب، وابنه ماركو زوجته بيدخلوا لغرفته وبياخذوا مصاريه والوصفه الطبيه يلي اخذها من اب بطلنا وبيضربوه وبيهربوا. بتوقع وبيحاول ياخذ منا الوصفه بس بتدفعه على الدرج. كيف صحة وين؟ ومين ضربه؟ صحته منيحة، سيدة لانا كانت وقت الحادث وشافت كل شيء. وظف ممرضة خاصة لتعتني بوين، وأنا رح أدفع راتبها، فقريبا رح أصير زوجته. إمتى صار هالشي يا أختي؟ اسألي لانا، شافتني وهو بيتقدم لإلي قدام عيونها، الرئيس ما خبرني بشيء، فلهيك لانا هي اللي رح تعتني بيه، أما إنتي فغادري من هون. انت تسرقني، كيف تتجرأ تلمسني؟ لا ترفعي صوتك، رح تزعجي وين؟ لو كنتي بتخافي على صحته انقلعي من هون. وبيسحبها اخوها لبرات الغرفة. لأي متى رح ضل اخبي مشاعري تجاه وين؟ صار لي 5 سنوات وانا بنتظر اللحظة المناسبة، بدي اسلحه بمشاعري الحين. اهدئي وتصرفي بهدوء قدام وين عشان ما يتخلى عليكي. أبوك في الغرفة فاقد الوعي، وإنت هون، روحوا عنده للمستشفى، لو ضلينا معه، مين رح يهتم بالشركة؟ طيب رح روح لعنده، انتظري، ضلي هون لتطبخي الأكل لإلنا، أنا مرة جوعانة. هل أبي رح يكون بخير؟ لو استيقظ، حياتك رح تكون في خطر، اتركنا نرتاح شوي، وبتضل وحدها معه، أنا آسفة، وما رح أسامح أبي على شو سوى، بس ما أقدر أشتكي للشرطة عليه. ورح ضل احبك دايما. وبتشوفها مايا وهي قريبه عليه، كيف بتتجرأي؟ انت مين تقتربي منه؟ انت بتسيء الفهم، شفتك بعيوني التنتين وبتكذبي علي. وبينهار وبتروح لداني للطبيب، لا تخافي انه وين رح يكون بخير. شفتي مين اطلق النار على وين؟ لا ما شفتهم، لما وصلت كانوا هربوا. وبتتصل بيها الخدمه وبتقول لها انه ابوها وقع من الدرج.